السلام عليكم طلابنا. هذا المثال رقم 16، نريد inverse Fourier transform لهاي الدالة g of f تساوي 2 في m of f ناقص 2000 زائد m of f زائد 2000 في exponential j by f. هذه الدالة مثل ما تشوفون اكو عندي بالاخير هذا الاكسبوننشال. قلنا دائما من اشوف هذا الاكسبوننشال يخطر في بالي اكو عندي اني تايم شيفت. هنا التايم شيفت مقداره اذا تشوفون هو الستاندر، الستاندر هو اكسبوننشال جي 2 باي اف في مقدار الشيفت. اوكي، هنا انا عندي اكسبوننشال جي باي اف، يعني قيمة الاي ايش قد؟ مبينة هنا قيمتها نصف، من اخليها نصف exponential j 2 باي اف في 1 على 2، شو تصير الاثنين هذه تختصر ويا هذا الاثنين، فيصير الناتج هو هذا اللي انا عندي هذا بالسؤال. اذا الاي عندي انا مقدار التايم شيفت هو نصف، هذا خليه في بالي. نرجع هسه نحل السؤال. شي يقول انا عندي هسه جي اوف اف بها جزئين، اكو عندي ام اوف اف ناقص 2000، هذا الانفيرس فورير ترانسفورم، الى انفيرس فورير ترانسفورم هو ام اوف تي في اكسبوننشال جي 2 باي 2000 تي، واكو عندي بعد الجزء الثاني ام of f زائد 2000 inverse Fourier transform الى هو m of t في exponential minus j 2 pi 2000 t. اوكي، اذن اني عندي هسه بقى الجزء الاخير، لنفرض ان هي الام اوف اف ما مشفته بالالفين، بس هيجي ام اوف اف زين مضروبه بالاكسبوننشال جي باي اف حتى اطلع التايم شيفت. هذا الانفيرس مالته انفيرس فورير ترانسفورم هو مجرد ام اوف تي في اسف ام اوف تي زائد 1/2، لان قلنا هذا تايم شيفت هسه اللي حللناه قبل قليل اللي قلناه. اوكي، اذا الداله ما تشص، لا تنسى اكو عندي هنا رقم 2 زين، الداله برمتها راح تصير نقول انفيرس فورير ترانسفورم اوف جي اوف اف يساوي 2 في ام اوف تي زائد نصف اوكي في اكسبوننشال جي 2 باي 2000 تي زائد نصف، عفوا نفسها الام اوف تي زائد 1/2 في اكسبوننشال ماينس جي 2 باي 2000 تي. ما نقدر نطلع هاي الام اوف تي زائد نصف عامل مشترك، هاي تطلع، خلي اشير لك اياها باللون الاسود، هذه هي عامل مشترك تطلع برا، فتصير وتساوي 2 في m of t زائد 1/2 في exponential j 2 pi 2000 t زائد exponential minus j 2 pi exponential minus j 2 pi 2000 تي. هذا بيش يذكركم، هذا هو كوساين، هذا هو كوساين، يعني اذا اضرب هالإشارة في 2 على 2 حتى يصير عندي 1/2 في اكسبونينشال جي 2 باي 2000 تي زائد اكسبونينشال ماينس جي 2 باي 2000 تي، فيصير الناتج بالاخير ويساوي هو عبارة عن 2 في عفوا 2 هذه الاثنين اوكي هذه هاي الاثنين، خلي اشيل لك اياها بالاحمر،
حتى لا تتخربط. هذه الاثنين ويا هذا القوس كله ينطيني كوساين، ينطيني كوساين. تبقى عندي هذه الاثنين أضربها في هذه الاثنين يصير عندي أربعة، ويساوي أربعة في M of T زائد واحد على اثنين في كوساين 2 باي 2000 T. هذا الحل، خلاص. بالتوفيق إن شاء الله.